مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم معنا مره ثانيه، بنتواصل معكم على الهواء مباشره وفقرتنا القادمه وحديثنا كما نوانا في البدايه عن تاثير الكلمه على الصحه النفسيه لافراد المجتمع، ويمكن تاثير الكلمه بالسلب او بالايجاب بيؤثر على المعنويات بشكل اكبر، ومن ثم بيأثر على الاداء الاعمال المختلفه، كل هذا من الكلمه. هنتحدث عن هذا الموضوع الهام من خلال لقائنا مع الدكتورة أمنية دراج، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية. أهلا بك معنا فندم، صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ هاني، صباح الخير. الكلمة ليها كل هذا التأثير، يعني يعني أنا عندي مقدمة كبيرة بس عشان الوقت ما سمحش أن أنا أقولها كلها، لا الموضوع كبير. ده حقيقي فعلا. خلينا نتكلم بس في الأول ونقول مين اللي بيستقبل الكلمة في البداية. المصنع اللي بيستقبل الكلمة في البداية وبيعيد تدويرها هو الدماغ انتقالا للجهاز العصبي. خلينا نقول ان الجهاز العصبي بيبدأ يستقبل الكلمة اذا كانت إيجابية او سلبية، وده هنتكلم عنه بعد شوية. بيبدأ الناقلات او الشعيرات العصبية اما تكون اكثر كثافة او تكون اقل كثافة، اما تكون اكثر طولا او اقل طولا، وده بينعكس عليه حياة الفرد طول اليوم. اذا انا الكلمة هي اللي بتبني لي اليوم وبتحدد لي أنا يومي هيكون إزاي. تمام؟ طب أنا عندي نوعين من الكلمة، عندي كلمة إيجابية وعندي كلمة سلبية. خلينا نتكلم عن الكلمة الإيجابية اللي هي المدح، اللي هي يعني الكلمات المقترنة بالابتسامة اللي فيها بادي لانجوج إيجابي، اللي هي الكلمة المصحوبة يعني بالفيزيكالي أو بالاهتمام، اللي هي الكلمة اللي فيها تغاضي عن بعض التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تعمل مشكلة كبيرة. ده الكلمة الإيجابية. طب نرجع للكلمة السلبية. الكلمة السلبية للأسف الشديد اللي بتبقى عبارة عن طول الوقت كلمات جارحة أو كلمات مقتضبة أو وجه عبوس أو إهمال أو إحساس بأن الشخص اللي أنا بتواصل معاه سواء كان قريب أو بعيد أهميته عندي تكاد تكون يعني متلاشية تماما وملوش أي قيمة في يومي. ده بالنسبة لتقسيم الكلمة. طب نرجع تاني لنقطة تانية وهي مهمة قوي. طب أنا دلوقتي لما بترجت الكلمة الإيجابية اللي هي الكلمة الطيبة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني معنى الحديث أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وحسن الخلق يتسم بالكلمة الطيبة أو تتضح في الكلمات الطيبة دائما. خلينا نتكلم بوضوح أكبر ونقول إن الشخص اللي طول الوقت بيستقبل كلمات طيبة هو كمان هيرسل كلمات طيبة، فهي عبارة عن نقلات عصبية بين شخصين أو بين طرفين. أنا لما هقول كلمة طيبة أو هقول كلمة إيجابية الشخص اللي أنا بتواصل معاه هيرد لي نفس الكلمة الإيجابية، فالإيجابيات اللي حصلت عنده في الدماغ فسيولوجيا هتحصل عندي أنا كمان فسيولوجيا، فده بالتالي هيساهم في حالة من السلام النفسي في أي مكان الشخص موجود فيه. دكتورة بس الكلام رايح جاي، يعني في طرفين، يعني في كلمة تتقال وفي متلقي بيستقبل. هل الجانب النفسي بقى، يعني انا هل انا لازم اتوقع من اللي قدامي ان احنا نقول الكلام كويس؟ ما هو ممكن ما يقوليش كلام كويس. ما هو انا لما هقول كلمه طيبه حتى لو هو متارجت يقول لي كلمه هو اللي هيبتدي كويسة، هو اللي هيبتدي. لو هو اللي بدا بدايه غير طيبه احنا بنقول في البدايه، انا قلت في البدايه ايه، المصنع بيستقبل ويعيد تدوير الكلمه. حضرتك هنا انت لو مدرب نفسك على انك تعيد تدوير الكلمه، ممكن تعيد تدوير الكلمه بالصمت ان انت ما تعبرش، ممكن تعيد تدوير الكلمه بايماءات قصيره، ممكن تعيد تدوير الكلمه بالتنحي عن المكان او البعد عن المكان، ممكن تعيد تدوير الكلمه اذا كانت العلاقه علاقه اسريه مثلا بالتنبيه او بالامر. لكن انا لو بدلت الشخص اللي قدامي اللي هو بادئ بكلمة سلبية كلمة سلبية، طب خلينا نتفرج على الوضع هيبقى شكله ازاي، هتتطور بقى الأمور، معركة حقيقة. وبالتالي المعركة دي يعني هينبني عليها طول اليوم معارك بتقاس، طول اليوم في معارك بتدار داخل المكان. لكن لو أنا في البداية سواء كنت مستقبل أو كنت مرسل بدأت أترجت أني أنا هعمل حدود إما لاستقبالي أو إرسالي للكلمة، فهيكون مني أنا بدأت، وبالتالي الشخص اللي قدامي هيبدأ ينعكس عليه البداية بتاعتي أو الاستقبال بتاعي بمعنى أصح. في تعبير كده دايما بيتقال يا دكتورة، يعني ساعات خاصة لما حد كبير بيكلم حد أصغر منه بيقوله فكر قبل ما تتكلم. كلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ ده حقيقي فعلا. إن أنا أعمل كنترول على مشاعري
وخلي عقلي يتسيد، وده اللي هو انا اتكلمت عنه اللي هو الجهاز العصبي. لو بدا العقل يتسيد هيبدا يحدث حاله من تحديد ايه اللي مطلوب بالظبط. لكن لو المشاعر بتحطني في مثلث الضحيه، ان انا طول الوقت انا ضحيه الشخص اللي قدامي، طول الوقت بيهني، طول الوقت بيقل مني، طول الوقت هو مترصد ليا، وبالتالي انا مش هنجح في التواصل معاه. لكن لو انا خرجت من دايره الضحيه ودخلت في دايره تانية ان هي العقل، ان انا حطيت الكلمه في محلها الطبيعي، فيحدث نقاش. النقاش ده هيكون نقاش عقلاني خارج دايره المشاعر. طب في شخصيه دلوقتي موجوده، وهي موجوده مش من دلوقتي بس من زمان، بس هي بقى ليها تعبير دلوقتي يقول لك التوكسيك. شخصيه انت لما تيجي تتكلمي معاها بتاخدك لمنطقة الشكوى، بتاخدك لمنطقة المشاكل، بتاخدك لمنطقة، حتى لو الموضوع مش كده، التعامل الشخصي بيكون معاه ازاي؟ ده الأسلم يعني. التعامل الشخصي مع الشخصيات اللي بتقلل من أداء الآخرين أو طول الوقت في حالة شكوى دائمة، إما أني أنا أنسحب جسديا أو أنسحب عقليا. يعني إيه أنسحب؟ أنا هرد بعبارات، مش هقول أن أنا هطمنه، ولكن هوصل له مسج أن أنا ما بقاش عندي قدرة على استقبال العبارات دي مرة تانية. وفي طريقة تانية هي مش إيجابية قوي، لكن خلينا نقول بتخلي الشخص اللي قدامك اللي هو الشخصيات التوكسيك اللي زي كده تبدأ تبعد عنك، أن أنت تبادل الشكوى بشكوى. يعني هو بيشتكي، يعني هو يشتكي لي وانا اروح اشتكي له برضه. هو ليه بيشتكي لك؟ لان هو شاف فيك الاسفنجه اللي بتمتص منه حاله الغضب، وبتمتص منه حاله الفوضى اللي جواه، وبتمتص منه حاله العصبيه. طب انا لو بدلته بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب، هيبدا هو يدور على فريسه اخرى، ان انا في الحقيقه بكون فريسه للشخص ده، هيدور على فريسه اخرى عشان يتعامل معاها بنفس الطريقه اللي كان بيتعامل معاها قبل كده. لكن الشخص اللي زي ده مش هينفع معاه لا تعديل، ولا هينفع معاه انك تحاول تفهمه لا الدنيا جميله والحياه كويسه وان شاء الله ربنا هيكرم. ما ينفعش، ما يتحاولش معاه، مستحيل. لان مستحيل؟ هو مستحيل، لان هو للاسف الشديد. طب ده مش نتاج حاله نفسيه مؤقته مثلا؟ ده بقى اضطراب ويحتاج علاج. ده يحتاج يتوجه لاستشاري نفسي عشان يساعده. لكن انت كشخص طبيعي مستحيل تقدر تساعده، ما تقدرش تساعده، لان هو بيتحدث معاك بناء عن قناعات، وبناء عن زي ما قلت في البدايه المطبخ عنده هو اوريدي مجهز ده. هو اوريدي يعني ده بالنسبه له السيستم اللي هو شغال عليه، هو على طول بياخدك للمنطقه دي. يعني حتى لو الحوار ابتدى بزيك فبتبقى ده حقيقي، لان هو عايش في ده. هو شخص بيبقى شخص متشائم جدا، بيبقى شخص خلينا نتكلم بقى بشكل فسيولوجي اكتر، بيبقى جهاز المناعه عنده ضعيف جدا جدا جدا، بيبقى استقباله لكل الاحداث على الجانب السلبي مش على الجانب الايجابي. فبالتالي هو طول اليوم عنده بنك بيودع فيه احداث سلبيه، هو بينتقي من كل سلوك بيحصل قدامه الحدث السلبي وياخده يودعه عنده في البنك. طب جه عليه بقى مرحله الليل، مرحله الليل وقبل النوم يبدا يعمل ابديت على اليوم من البدايه للنهايه، ويجمع كل الاحداث السلبيه ويحطها في علبه محكمه الاغلاق، استعدادا لتاني يوم عشان يودع فيها تاني. بالظبط، يودع عليها كمان. ده بالظبط كده. فطبعا الشخص ده الحقيقه بيبقى شخص، بس كافضل للانسان الساوي انه يبعد، ده افضل تصرف. لو هو شخص اصلا، انت ممكن يكون الشخص ده من نسيجك، ابنك او بنتك او زوجتك او زوجك او ماما او بابا او اي حد يعني من النسيج. فهنا البعد لازم تواجه. لازم تواجه طبعا، ولكن مواجهه لطيفة زي ما وضحت لسيادتك، ان انا ابدأ انا كمان اتعامل بموجب الشكوى. فيبدأ هو ينظر للموضوع بحالة من الايه، من الارتباك، مش انا بس. لا مش كده، مش هينظر ليك ان في تساوي، هو مستحيل. بس هيرتبك، فلما هيرتبك هيبطل يتعامل معك بالطريقة دي ويبدأ يدور على حد تاني. والأفضل طبعا لو في حد بالشكل ده في الأسرة المفروض ان احنا نتوجه بيه، يعني ما نستناش، لان دي بتبقى مقدمات الدبريشن او الاكتئاب بأنواعه طبعا الكتيرة يعني. فالأفضل ان احنا نتوجه بيه لعلاجه. طيب الافضل لينا نبتدي يومنا ازاي؟ من خلال يعني اول ما اصحى من النوم كده تبقى الحياه بقى صباح الخير وابتسامه وكلام من ده والكلام اللي هو بيعبر عن هذه الحاله، ولا هستنى بقى لما اول وجه يقابلني يبتدي هو اللي يتحكم في مودي
وادائي طول اليوم من خلال اللي هيقوله لي. لا، هو انا مجرد ما يعني افتح عيني في الصبح وابدا يومي، انا عندي في الكلمه في ثلاث حاجات. في تاثير عن طريق الكتابه، في تاثير عن طريق اللفظ، في تاثير عن طريق الفيزيكال تاتش او اللمس. انا يعني اول حاجه وانا صاحي من نومي طبعا انا هشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمته ايا كان الوضع اللي انا فيه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان انا هبعت مسج، ابدا ابعت مسجات لو انا في جروبز، لو انا حد قريب مني، لو حد مثلا صديق، لو الاعزاء، الاشخاص الاعزاء عليا، بعباره صباح الخير، يوم جميل ويوم سعيد. انا ببدا ادي المسجات والرسائل لنفسي قبل ما اديها للاخر. حتى العبارات المكتوبه ليها تاثير ايجابي جدا على اللي بيقراها. العبارة المكتوبة مهمة جدا كمان ان انا انتقي فيها الكلمات اللي تكون مبهجة في بداية اليوم وتكون سعيدة وتكون فيها مساحة تفاؤل. ترى في تعبير كده اسمه التسول العاطفي. ايه التسول العاطفي؟ التسول العاطفي دي اللي هو الشخص اللي بيكون في أسرة ومطلوب من الأسرة انها تدعمه عاطفيا. يعني الأب عليه دور كبير جدا 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 في دعم أبنائه وزوجته عاطفيا، والزوجة عليها دور كبير جدا في دعم أبنائها وزوجها عاطفيا. الدائرة أو السيركل اللي بيمروا بيها دي أو بيمروا بالدعم العاطفي، لو حصل فيه انتقاص للأسف الشديد بيدخلوا في دائرة منصات التواصل الاجتماعي، وبتبقى المنصات دي الحقيقة هي المرفأ أو هي المحطة اللي بينزلوا فيها وبيبدأوا يعرضوا فيها أحزانهم ويعرضوا فيها مشاكلهم ويعرضوا فيها المعاناة اللي بيعانوها، ويبدأوا يتسولوا المشاعر من أشخاص قد يكونوا غرباء عليهم. ودي الحقيقة مشكلات كتير جدا بتواجهني في العيادة الحقيقة، وخصوصا في مرحلة الشباب اللي هو الشباب الأولي من سن 15 سنة لسن 25 سنة تقريبا، وفي مرحلة أزمات منتصف العمر بين النساء والرجال اللي هو من سن 37 سنة، وإحنا يعني طالعين في المرحلة العمرية دي. ليه بيكون ده بيحصل؟ بيحصل لأن الشخص بيحصل عنده تعطش للاحتياج العاطفي ومش قادر يلاقيه، وبيبدأ يتسوله من الآخرين، وقد يكون الآخرون ليهم نظرة أخرى أو ليهم احتياج آخر، فندخل هنا في دايرة الاستغلال. الاستغلال العاطفي. فهمت حضرتك إزاي؟ فأنا محتاجة هنا أن الأسرة بكلمات، هنرجع للكلمة الطيبة، الكلمة اللي هي مش هتكلفني مجهود، مع الابتسامة، مع بادي لانجوج مريح جدا جدا جدا. انا لو بدات يومي فعليا من خلال اسرتي بعبارات جميله حتى لو كان في باك مش كويس، خلاص اليوم انتهى بما فيه. انا مش شرط ان انا اجيبه معايا لتاني يوم، بقى خلاص هو انتهى، اقفل عليه خلاص، ابدا باليوم التاني. لو انا بدات انشر في بيتي بدءا من بيتي عبارات سعاده، هتلقى عبارات سعاده، هنزل للشارع، هيبقى ده هو السيستم اللي انا شغال بيه في كل مكان. زي ايه مثلا؟ يعني صباح الخير، يومك جميل، وحشتيني، هتوحشيني، هنتغدى ايه النهارده، اعمل لك ايه، اجيب لك ايه معايا وانا جاي، عبارات حلوه، فهي هترد عليك نفس العبارات هي هتردها عليك. والاولاد، حبيبي عامل ايه، نمت كويس، يومك هيبقى ان شاء الله كويس النهارده، شد حيلك كده. البنت نفس الحكايه، وعود اولادك ان انت تسلم عليهم، ان انت تحضنهم، ان انت تبوسهم. انا قلت مرارا وتكرارا الاحضان مهمه جدا 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 جدا. احضنوا اولادكم فعليا، حسسوهم بالقرب الجسدي منكم، لان ده بيحميهم وبيحمي جهاز المناعة وبيحمي جهاز العقل وبيحمي موصلاتهم العصبية وبيحمي كل فسيولوجيا جسمه. عبارة عن تلامس بسيط في بداية اليوم منك أو من زوجتك أو من أخته الكبيرة أو لكن الحقيقة بيبقى سنتر حماية للولد أو للبنت أو للزوج أو للزوجة طول اليوم. الحاجات البسيطة دي اللي هي بدأت تختفي. أيوة بالضبط كده. هي المشكلة أنها بدأت تختفي. لأن يعني ساعات بينظر ليها عن قوة وضعف، عن دلع، ومش يعني ابتدى ينظر ليها نظرات تانية او بدا يحدث انشغالات اخرى واهتمامات اخرى. قوه وضعف ما اعتقدش انها تبقى بالحجم الكبير، لان الشخص في اسرته، فهو في اسرته يعني هو مخير انه يعمل اي حاجه او يربي بالطريقه الحلوه الجميله اللي تناسبه طالما ان ما فيش فيها ضرر. طيب ده من الاسره. في الخارج بقى، الخارج هي ابتسامة وصباح الخير. ابتسامة وعامل ايه، ويومك حلو، يومك زي الفل، العبارات الجميلة اللي مصر متعودة عليها، اللي المصريين الحقيقة مشتهرين بيها، ويعني خلينا نقول علامة من علاماتهم، يعني ان انت تمشي في اي مكان يومك حلو. الواحد بيلمسها بره اكتر مش في مصر. يعني بص، ليه ممكن لو الواحد قدر ليه السفر، يعني بتبص تلاقيهم
بيبتسموا لي كده وانت حتى بتستغربي، انا شخصيا بستغرب، تلاقيهم بيبتسموا لك ويهزوا لك دماغهم كده يعني. لكن هنا في مصر ممكن يبتسموا بس لا، لسه الحقيقه موجوده وبيقولوا صباح الخير، يوم حلو، يوم جميل، يومك زي الفل. يعني حتى العبارات لو قالها وهو وشه مكشر، هو طبعا ده مش احسن حاجه يعني. ليها طريقتنا يعني. ايوه بالظبط كده. على هذا اللقاء دكتوره امنيه دراج، استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الاسريه، نورتينا النهارده. اهلا وسهلا بيك يا استاذ هاني. مشاهدينا في كل مكان، سعدنا بوجودنا معاكم النهارده في على وعد دائم بلقاءات اخرى قادمه. انتظرونا غدا وفريق عمل جديد. صباح الخير.